السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ عساكم طيبين؟ طبعا بهالفيديو شكو بهالفيديو المهم طفطف. طبعا من قبل انا وريتكم المدينة مالتي وحملت ورفعت لكم اياها، كان فيها بس اربع بيوت اللي هم هذا وهذا الجميل هذاك وهذا. الحين انا طورت شوي بعض الشغلات بالمدينة، بنيت بيتين زيادة وبنيت كم شغلة زيادة وعدلت على الشوارع شوي، وهم عدلت على المساحات. فخلونا نبدأ. طبعا هذيل الأربعة ما راح أوريكم إياهم لأني وريتكم إياهم بالفيديو اللي طاف، أو مو اللي طاف، اللي من زمان يعني. طبعا أنا رديت نزلت العالم وقعدت أشتغل عليه، نزلت من اللابتوب وعلى طول وصلت الآيباد فيه من برنامج آي إكسبلورر. بعد آي إكسبلورر شكو وش اسمه هو آي إكس اسمه آي إكسبلورر أتوقع شيء ما شنو نسيت. المهم انه برنامج يعني اذا تبون اسلكم شرح بعدين شلون تنزل وشلون ترفع عوالم. فا اوكي حملته وكملت شغلي عليه. طبعا هذا البيت، هذا بيت هذا بعد بيت زيادة سويته، طبعا سويته. المهم هذا البيت اكيد اغلبكم يعرفه، مسوي انا من قبل، سويت مثله بس شوي الحجم يختلف، وما سويت فيها اشياء وايد لان الارضيه مو بعيده حيل، فما اقدر اسوي صلادي ولا شيء. لا والله بعيده كفو. لا 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 مصدقك، انا عم بالي على طول بيدروك بعيده طلعت وانا شايل هم واقول ما اقدر اسوي سرداب، ما اقدر اسوي احواض، ما اقدر. طلع الارضيه بعيده، لا اشوف بعدين يمكن اسوي صلاديب ولا شيء، ما يندرى. ليش ما ينجز؟ اوكي فخلونا نبدا. وش في كذي راق؟ خلونا الحين نبدا بالبيوت الجديده اللي سويتها. هذا اول بيت، سويت بيت ثاني خلو اوريكم اياه. طبعا البيت هذا حيل غريب، ما ادري ايش كنت احس فيه يوم بنيته. طبعا دار ما دار اشياء تقدرون تقولون على يمينه. البيت مو سيده من قدام، ما يشون شيء مدور، ومن ورا قدرة غادر صار مربع، ما ادري شلون بس شكله شوي يعني يترقع شوي، فمشيته. ما في وايد اشياء داخل البيت، يمكن بعدين احط لوحات ولا شيء. بعد سويت مكتبه، خل اوريكم المكتبه من برا ومن فوق مثل ما انتم شايفين. اتوقع ان اغلب الاشياء اللي داخلها بينت، بس ان شاء الله انه ما بين كل شيء. فخلونا نبدا نوريكم اياها من داخل. طبعا من برا مثل ما انتم شايفين هذا الاسود، يمكن بعضكم يقول مخطط سهمي ولا شيء، ليش اسمه هو مخطط الاعمده ما شنو. المهم ان هذا المقصود فيها كتب يعني مصففه يم بعض، يعني شوي نشغل خيالنا. وخلونا نبدا لايبرري. ندخل طبعا لايبرري المكتبه اللي ما يعرف. مثل ما شايفين تدخلون اول شيء قبه، المكاتب قدامكم، طاولات، قعدات، كل شيء تمام. طبعا هني سويت المكاتب الكتب عفوا لهني، لان في بعدين وراها التصميم والديزاين او اللي تبون تسمونه اللي برا مال الكتب. ف هذه المكتبه، هني يقعدون يقرون مثلا. هم هني نفس الشيء، طاوله بالنص وعلى جناب. طبعا بعضكم يقول شو السالفه هذا حط سلالم هني، الظاهر فاهم السالفه غلط. السلالم هذه دائما نشوفها بالافلام ساعات ولا شيء، لما يدشون مكتبه كبيره يكون فيها سلم عشان يصعدون فوق وياخذون الكتب الموجوده فوق. ف يلا خلونا نكمل اللي بعدها. بعد سويت جمعية أو سوبر ماركت، وسويت مستشفى، لكن الحين ما سميتهم باللوحات، بعدين يمكن أسميهم لأن مبين من شكلهم. طبعا هذه يمكن مو مبين، هذه الجمعية أو البقالة أو اللي تبون تسمونها، أو السوبر ماركت أو اللي هذا كاشير طبعا. يعني هذا كاشير أوكي، وهذا الأرفف اللي يحطون فيها البضايع والأشياء. هذه اللوحات ما أدري شنو يعني، بس شكلها حلو. طبعا لازم لما تلعب ماينكرافت لازم تشغل خيالك شوي عشان تطلع بشيء حلو. طبعا هذه المستشفى، مستشفى العدام من كثر ما هي ضيقه. فخلونا ندخل، او خلونا نوريكم اياها من برا اول شيء. هذه المستشفى طبعا بعضكم يقول لي صليب ولا شيء، لا هذا زائد. فا اوكي هذه المستشفى ما يعني شكلها من برا عادي جدا يعني. من فوق مثل ما شايفين مات الهليكوبتر. وخلونا ندخل. طبعا هني سويت الغرف مرقمهم، طبعا هني واحد واثنين وثلاثة. طبعا الغرف صغيرة حيل يعني ما تكفي الا نفر واحد.
فيعني سويت 8 ولا 9 8 غرف يعني 8 مرضى. طبعا على طول الدش اذا مريض على طول تجيب فراش وكنت نام. ماكو شو اسمه على الاستقبال، ماكو شيء، فحطيتها فوق الاستقبال ما شلون كذي. وهني يعني العمومي، الغرفة اللي يكونوا فيها وايد ناس قاعدين، وتحت يزعم الخصوصي يعني. هني هذا ما ادري شنو يعني اللوحة، بس كذي حطيتها. وهذا السر اللي يشوفهم يقول سجن مو مستشفى، ما شلون، بس يلا. هذه المستشفى. اتوقع خلصنا كل شيء صح؟ وريتكم البيت الصغير، وريتكم هذاك البيت، ووريتكم الجمعية، ووريتكم المكتبة. تقريبا هذا كل شيء سويته. عدلت الشوارع مثل ما شايفين، وقاعد اعدل عليها حاليا. ف خلونا، طبعا ما لكم شغل اذا قاعد تعش شوي ولا هذا. قاعد من الصبح وحدي حدي وعون حدي وعون، مو متسحر هذا الامس، وقاعد مبكر وانطر الفطور. قاعد من 10 الصبح، ما 9 الصبح قاعد. ف مشكلة، يلا نحتسب الاجر. فش بغيت اقول بعد؟ كنت بقول شغلة ثانية نسيت شنو. كان في بالي شيء بقوله بس نسيته. طبعا في اشياء انا مخطط اسويها بالمستقبل ان شاء الله. يعني المستقبل القريب ان شاء الله راح ابني يمكن كذي زيادة 4 او 5 بيوت. راح ابني بعد مستوصف ثاني صغير، وراح ابني مكتبة ايضا صغيرة. راح ابني مخفر او مركز شرطة او بوليس ستيشن اللي تسمونها. ويعني ببني كم شغلة حلوة ان شاء الله. يعني هذا المستقبل القريب، بس المستقبل البعيد ان شاء الله ناوي اني اسوي بعد ناطحات سحاب، اسوي مدينة مائية، بسوي يعني اشياء وايد. ف يعني طبعا يا ليت ان هالمقطع هذا يوصل لايكات وايد، على اساس ان انا اساس انكم تحفزوني يعني، واتشجع واكمل وابدع فيها واسوي ناطحات سحاب بسرعة وكل شيء بسرعة. ف يعني حاليا انا قاعد اشتغل على البطيء صراحة، يعني كذي العب وكم يوم بعدين اوقف، العب كم يوم اوقف، فما يندرى. هذه الطريقة. طبعا الشوارع مو سيدة صح، مو مستوية صح، بس يعني شغل تسليك عادي، يعني شكلها حلو من برا، الا في شوارع ما شلون صايرة، بس عادي طف طف. فما ودي اني اطول عليكم وانا بس قاعد اسوي الشارع. ف هذه هي هذه هي المدينة. اتمنى اعجب، اتمنى اوه اتمنى انها عجبت، اتمنى انها عجبتكم، ويا ليت تدعموني باللايك، فيفرت او مفضله، كومنت، على اساس انكم ترفعون من معنوياتي. واللي مو مشترك بالقناه يشترك. ف بس هذا كان المقطع، مشكور على المشاهده، مع السلامه. بس مع السلامه، ايش تبون؟ خلاص قلنا مع السلامه، كيفي صايم عاد.